بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا طالباتنا الأعزاء، المرحلة الأولى، هاي المحاضرة رقم 7. الجروب أي احنا اعطيتهم إياه قبل لا تصير هاي العطلة الإجبارية، لكن جروبي ما أخذوها. في اليوم رح نكمل هاي المحاضرة رقم 7 اللي هي بعنوان الـ Host Agent Interaction. الـ Risk Factor طبعا for many diseases هو على شنو يعتمد؟ يعني عوامل الخطورة الموجودة هي تتحدد بثلاث عوامل، هي الـ Host والتايب اوف ايجنت والانفايرمنت. طبعا الهوست هو المضيف اللي ممكن انه يصير به المرض اللي هو يعتمد عليه، مثلا الانسان على عمره والسكس والريس وعلى الدين الريليجن وعلى الكوستم العادات والتقاليد والوظيفة والجينيتك بروفايل يعني العوامل الوراثية الموجودة عنده، الحالة الزوجية، الفاميلي باك جراوند اللي هي ممكن موجودة يعني العوائل الخلفية من جايين أصلهم، والبريفيوس ديزيز الأمراض السابقة، والأميون أميون ستيتس يعني الحالة المناعية اللي عنده. فأدنى التايب اوف ايجنت هي إما بيولوجيكال يعني العوامل اللي ممكن تسبب المرض، ممكن تكون بيولوجيكال مثل البكتيريا والفيروس، ممكن تكون كيميائية مثل البويزن الكحول والسموك التدخين، ممكن تكون فيزيائية مثل التروما اللي هي يعني شدة خارجية، والراديشن اشعاع والفاير النار الحريق مثلا، والنيوتريشنال اللي هي التغذية قد تكون لاك يعني قلة بالتغذية او زيادة التغذية. نجي على الانفيرمنتال فاكتورز اللي هي العوامل المحيطية مثل الحرارة التمبريتشر هيوميديتي الرطوبة الالتيتيود اللي هي الارتفاع مكان مرتفع او مكان منخفض الكراودينج الازدحام الهاوسينج يعني البيت ومساحات اللي بالبيت ممكن يكون بيت قديم او بيت صغير الى اخره النيبرهود اللي هو الجار الجيران والووتر والملك والفود والراديشن والاشعاع مثل ما قلنا والاير بولوشن التلوث الهوائي والضوضاء. كل هذه العوامل هي عوامل محيطية ممكن ان تسبب امراض. الايكولوجيكال ريليشن شيب يعني هي العلاقات البيئية، كم نوع من العلاقات البيئية متعددة، اللي يهمني منها هي السيمبايوسيس اللي هي علاقة تكافل. المصدر مالها هذه الكلمة هي من كلمة قديمة أغريقية اللي هي بمعنى سم يعني معناها with and biosis يعني living، فهي معناها living together يعيشون عيشة تكافلية. فهنا عندنا ممكن تكون neutral العلاقة، العلاقات اللي هي symbiosis ممكن تكون neutral يعني متعادلة بين الطرفين، ممكن تكون antagonistic يعني واحد مستفاد والثاني متضرر، وممكن تكون synergistic relationship يعني اثنين هم مستفادين. فهي هذه العلاقة اللي ممكن تكون between two dissimilar organism يعني كائنين بس مختلفين، يسموها symbiotes and symbiontes living in close association with each other يعيشون مع بعضهم يعني بالقرب من البعض. الميوتاليزم اللي هاي نوع يسموها تبادل منفعة mutually beneficial relationship between two species. مثلا نعطي مثال، هم اثنين هم مستفادين، علاقة بين كائنين مستفادين من بعضهم مثل الجت فلورا اللي هي عبارة عن البكتيريا الموجودة بالأمعاء، beneficial flora اللي هي البكتيريا النافعة they are the housekeeper of the gut يعني يعتبروها الحارسة للجهاز للأمعاء نفسها. فإحنا عندنا good bacteria وعندنا bad bacteria، ال good bacteria هي اللي تكون حارسة أو housekeeper، فممكن أنه يعني تخلص الجسم من أضرار البكتيريا الضارة لأنه يسوي competition فتحتل محلها. الكومنساليزم هي التطعم أو المطاعمة أو المعايشة، احنا نشوف هنا عندنا أكو إشارة بها بلس وأكو زيرو يعني هذا واحد مستفاد والثاني ما مستفاد. فهنا الورد derived from Latin word اللي هي معناها come and knees يعني معناها sharing table يعني يتناولون طعام مشترك. فإحنا relationship between two species هاي كتعريف الكومنساليزم هي العلاقة ما بين two species يعني نوعين كائنات in which one is benefited and the other is not affected. واحد مستفاد اللي قلنا عليه 1 plus حطينا هنا الإشارة مال plus باعتبار أنه مستفيد منها، والثاني هو not affected يعني ما متأثر neither negatively nor positively، لا هو زين ولا هو مو زين فما عنده علاقة به. مثل spider house يعني مثلا هذا هو بيت العنكبوت اللي صار على الشجرة، العنكبوت نفسه مستفاد لأنه بنى البيت، أما الشجرة فهي لا متضررة ولا مستفادة فهي neutral. الparasitism هو relationship between two species in which one benefit اللي هي الparasite والثاني الhost اللي هو متضرر. فإذا هنا علاقة واحد مستفاد منها وواحد متضرر. المفصليات هذه ممكن هذه
تعيش على الإنسان أو على الحيوان، فهي تأخذ الفائدة لأنه تتغذى عليه وهو يتأذى لأنه يصير له أمراض. ف بلس وماينس، هذه هنا تقريبا هي هاي بنفيت سميناها شنو، ميوتاليزم. إذا اثنيناتهم، إذا واحد مستفاد واحد منضرر هي كومنساليزم، وإذا واحد مستفاد والثاني هذا طبعا نوت افكتد العفو، هذا المتضرر اللي يسموه الباراسيتيزم، يعني صار طفيلي. هذه أنواع مختلفة، احنا ناخذ واحد مستفاد وممكن شنو يكون الثاني، اما اثنينهم مستفادين فهذا نسميه ميوتاليزم. اذا كان هذا مستفاد الثاني ما بي افكت شنو نسميه، كومنساليزم. اذا مستفاد والثالث اللي هو متأذي سميناه باراسيتيزم. فاذا هذا المستفاد اللي هو البي، ممكن تكون ثلاث انواع عندنا، ممكن تكون اي اللي نشوفه ممكن مستفاد او ما متأثر او متأذي. المستفاد يكون ميوتاليزم، اللي ما بي اي رياكشن راح يكون كومنساليزم، والهارمفول افكت والباراسيتيزم. اكو ممكن انه هنا تكون هم اثنيناتهم قد تكون، شوفوا هاي نوت افكتد، هذا البي نوت افكتد والاي هو ايضا نوت افكتد، نسميها نيوتراليزم، متعادل يعني هم متأذين. بس اذا كان البي نوت افكتد والاي هارمفول نسميه امنساليزم، واحد ما متأذي بس الثاني متأذي فيسموه امنساليزم، او اثنيناتهم هارمفول هو الكومبيتيشن اللي هي يسموها علاقات المنافسة. هنا البيزك ايكولوجيكال ديفينيشن، الفلورا نحن نجي على الفلورا شنو هي، مايكرو فلورا هي الاورجانيزم او مايكرو اورجانيزم بريزنت ان سبيشال لوكيشن. فالفلورا عادة هي الاحياء الموجودة في مكان معين، فاحنا نقول الاندجينس مايكروبيوتا او الريزيدنت. الاندجينس بكتيريا ريسايد ان ذا جت، يعني هذه البكتيريا اللي تكون موجودة بداخل الجسم، مثلا تكون موجودة بالامعاء بالسكن اللي هو الجلد، بالاوروفارينكس اللي هو البلعوم. Generally do not cause disease. هذه بما أنه resident يعني هي قاعدة بهالمكان هذا، هي عايشة به، لكن ما سوي لنا مرض. Do not cause disease. فهنا المايكرو microbial flora typically occupying a particular niche، يعني هذه الأورجانيزم اللي قلنا راح تعيش في بيئة محددة خاصة بيها. الميكروأورجانيزم that typically inhibit a particular environment اللي هي مثلا وين تعيش، ممكن تكون موجودة بالsoil in the body وممكن تكون سايت اوف اني اورجانيزم، لهذا كونسيدرد از ا جروب. فممكن تكون موجوده مثل ما قلنا بالماء، ممكن تكون موجوده بالتربه، ممكن تكون موجوده حتى باني بارت ان ذا اورجانيزم. زين هنا هذا يسموه جروب، فيسموه مايكروبايوم. اذا وحده هي مايكروبايوتا، اذا مجموعه يسموها مايكروبايوم. احنا قلنا اكو الفلورا، اكو ريزيدنت يعني اللي هي عايشه به موقعها، هذا عيشتها تكون به، اكو ترانزينت يعني تكون مؤقته. فترانزيت فلورا كونسيست اوف نون باثوجينيك او بوتنشلي باثوجينيك، يعني هي يا اما مو مرضيه يا اما عندها استعداد تتحول الى مرضيه. ذات انهبيت سكن اور ذا ميوكوس ممبرين فور اورز دايز اور ويكس، يعني لها قابليه على انه تتحول، او هي اصلا هي مو مرضيه لكن وين تعيش، موجوده بالسكن بالجلد وبالميوكوس ممبرين بالاغشيه المخاطيه، تبقى لفتره ساعات ايام او اسابيع. من موجوده it is derived from the environment، موجوده من المحيط. does not produce disease، ما تسوي مرض، لكن does not establish itself permanently on a surface، يعني ما موجوده بصوره دائميه، تجي لي فتره مؤقته تبقى ايام ساعات اسابيع وتختفي. هذه طبعا هي generally of little significance as long as normal resident flora remain intact، يعني هي ما لها أهمية طالما أنه normal resident flora اللي هي الهاوسكيبر اللي تدافع عن الجسم موجودة وشغالة. فإذا هذه الترانزينت فلورا ما لها تأثير. في حالة if the resident flora is disturbed، يعني البكتيريا النافعة عندنا صار بها خلل لسبب أو لآخر، فهاي الترانزينت microorganism ممكن يصير بها colonization، فإذا ممكن يصير مستعمرات ويصير بها proliferation يعني تكاثر، وبعدين تطينا produce a disease تسوي لنا مرض. فالنيش هو المكان البيئية أو يسموه ecological niche، هو the place of an organism within the community، the unique position occupied by particular species، يعني احنا عندنا مكان محدد ثابت لكن تجي عدة حيوانات أو أنواع ممكن أن تعيش بنفس المكان. فممكن أنه هذه نقول عليها physical space، اثنين أو كلهم يحتاجون هذا physical space، المكان اللي يحتاجوه مكان تعيش به أنواع مختلفة من الحيوانات ومن الكائنات. they have certain function with ecosystem. خلنا نشوف مثال على feeding ecological niche. مثلا هذا هنا هذا الطائر يعيش على
يعني الطعام يقدر يحصله من التربة. هذا الطائر الثاني الطعام اللي يحتاجه من تربة قريبة من المحيط المائي. الطائر الثالث ممكن أنه يحتاج من المحيط المائي، لكن هذا ينزل تحت سطح الماء لمسافة بسيطة. الرابع هذا ممكن أن ينزل تحت سطح الماء ويحصل على الغذاء مالته، لكن يقدر يغوص للداخل. والأخير اللي هو هذا ممكن أنه مكان أبعد أيضا، لأنه جسمه ممكن أنه يسمح له، خاصة هذا العنق الطويل، فممكن أن يأخذ تغذيته في محيط تحت الماء لمسافة عميقة. فإذا هذول كلهم يعيشون في هذه البيئة الواحدة، لكن كل من مهيئ ومؤهل بطريقة. مثلا شوفوا هذا المنقار مالته قصير، هذا منقاره أطول بحيث يقدر يعبر، هذا ممكن أنه يسبح، وهذا ممكن أنه لوجود العنق الطويل فممكن أنه يتناول التغذية بسهولة. Natural Microbial Habitat اللي هي أن البيئات الطبيعية اللي تعيش بها الأورغانيزم هي السويل، التربة، الماء، الهواء، طبعا Water, Air and Animal and Animal Product، والحيوانات ومنتجات الحيوانات. شكرا جزيلا، نكملها بعدين.